أما بعد، الإخوة الأفاضل الأكارم، رواد منتدى التوحيد والسنة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير من الناس يستغرب الكلام في أمور العقائد التي تهم المسلم في عقيدته وفي اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، بحجة أننا في مجتمع مسلم، نصلي الصلوات ونصوم ونحج بيت الله، ولكن الكلام عن العقائد والكلام عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إما أمر بتصحيح الأخطاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وربنا في القرآن الكريم ما نزل حكم من الأحكام إلا بيّن لنا الأحكام اللي بتناقضه عشان الزول يتجنبها، كويس؟ فالكلام عن العقائد وفي مجتمعنا هذا يحتاج إليه المجتمع لأنه مهم، وزاده أهمية أن هنالك نوعية من الناس جعلوا ديدنهم في الحياة تخريب هذه العقائد. أخونا مجتبى ضرب لك مثال بالصوفية، وعندك مثال ثاني ناس العلمانية وناس الديمقراطية، كويس، وناس الاشتراكية وغير من الأحزاب، والجامعة كمثال لهذه الأباطيل. يعني جوا الجامعة بتلقى النوعيات دي كلها، الزول اللي بيقول لك شيخ نبي خليك قاعد، كويس، والزول اللي بيقول لك كلام الله ما نافع معانا ولا بنحكم علينا، كويس، ودايرين نحكم ديمقراطية إنه نحن كشعب نحكم نفسنا برانا، ما دايرين زول يتحكم فينا ولا دارين منهج يحكمنا، المنهج أغلبية صوتنا ده راضين به وده ما راضين به، تمام. فالكلام عن العقائد تصحيح كما قلنا، وفي كثير من الناس بيستغربوا، بل الناس اللي بينشروا العقائد ذاتها بيجوا هنا بيعترضوا، يقول لك يا أخي واحد المنتدى الفات قال والله الصوفية ديل، يعني كمثال من الناس اللي بيخربوا العقائد، قال دي جزئية بسيطة ما بتقدر تعدها في الجامعة، وللأسف هن جزئية بسيطة لكن مؤثرة. يعني أسي مرض الإيدز، أكان جيت قست النسبة يقول لك والله الإيدز في أفريقيا بيمثل 10%، 10% دي يعني في كل 100 نفر في 10 أنفر. طيب الناس بيحذروا من الإيدز ليه؟ مش عشان هو مرض فتاك وعشان عنده أسباب أنت لو جاهل بيها ممكن تصاب بيه؟ يعني الزول اللي بينقل دم، كويس، الزول اللي بيمارس ممارسات غير أخلاقية، ده مش بنقول له المرض؟ عشان كده النوعية اللي بيجوا يخربوا العقائد ديل، ده أقرب مثال أضربه لك تفهم به، لما يكون في جزئية صغيرة وشغالة بتخرب ونشيطة في التخريب، كويس، بل بتعارض الحق الصحيح والقرآن الصريح بما عندها من أباطيل ومن أكاذيب روجوا لها شيوخ ورؤساء وزعماء، كويس، الناس زي ديل بيخربوا، ولا بد الناس يحاربون ويشدوا عليهم، وده ما كلام غريب في الإسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه في عهده ظهر رجل يدعى أبو الخويصرة، كويس، أكان بيجي يفسر القرآن من هواه، يقول لك حاميم دي معناه كده، كويس، والذاريات ذروة معناه كده. لما الناس كلموا سيدنا عمر قال اللهم اجمعني به، كويس، صبيغ ذو الخويصر التميمي ده الخارجي، صبيغ كان عنده هوى بيفسر عليه هواه، سيدنا عمر دعا الله انه يلاقيه، كويس، اول ما لاقاه قال له انت صبيغ؟ قال له انا عبد الله صبيغ. سيدنا عمر قال له انا عبد الله عمر. في روايه قالوا دخل جاب دره من جوا، وفي روايه قالوا ربطوا في نخله وقطع من جريد النخل ده، كويس، ده برضو رد على الناس اللي بيقولوا لك يا أخي أنتوا دعوتكم دي فيها شدة. يا أخي دعوتنا الجباء النبي عليه الصلاة والسلام قد تصل إلى درجة القتال، عديل بدر الكبرى دي النبي عليه الصلاة والسلام عمل ليه؟ أحد عمل ليه؟ اليمامة الصحابة دخلوها ليه؟ كويس؟ غير من الغزوات. عشان كده ما تقول لي الإسلام براحة وبلين، أي في براحة وبلين، لكن في نوعية دارين شدة ما بتنفع معهم غير كده، زي نوع صبيغ ده داير شدة، عشان كده سيدنا عمر ربطه وبدأ يضرب فيه، لما الدم سال من راسه قام قال له يا أمير المؤمنين
إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلي، وإن كنت تريد ذهاب ما بي فإن ما بي قد ذهب. يعني أنت كان دار تقتلني أقتلني، وكان دار تروح الهوس القاعد في راسي ده، الهوس ده مرق كويس. عشان كده الكيزان اللي بيجوا هنا والما بيقدر يقولوا نحن كيزان وغير من دعاة الباطل اللي بيجوا بيقولوا لك بالراحة، درد عليكم. واحد. اثنين، للأسف الشديد في مناهجنا كويس اللي بندرسها في الجامعات وفي غيرها قد يدخل بعض الفساد العقدي، ونحن ضربنا له مثال بكتاب الطبقات كويس. الود المجرم ده قال ما قرأ في سنة ثالثة، درسوا المادة وما قرأ، وأنا جبت له الامتحان ده قاعد جوا كويس. أول ما يجي يعترض أو غيره من الناس يقول لي ما في صوفية، أنا بديه الامتحان ده وشوفوا جوا الحاصل فيه شنو. يا أخي نحن في امتحاننا بتاع الدراسات السودانية جايب لنا في الغاية مالف إدريس ود الأرباب، وإدريس ود الأرباب معروف، والغاية باء الطريقة القادرية، يعني توصل إدريس ود الأرباب بالطريقة القادرية يدوك إجابة صح. وده مرجع فيه كتاب الطبقات اللي فيه الضلال النشر والضيف الله ووسغ للتصوف، وللأسف في كل نهاية كلام عن واحد من الصالحين المزعومين عنده بيقول لك وقبره ظاهر يزار. في نهاية الكلام يقول لك والله شيخ الشيخ فلان ده قبره ظاهر والناس بيزوروه كويس. عشان كده نحن بنحذر من العقائد دي اللي بتخرب عقائد المسلمين. واخونا جزاه الله خير يتكلم لك عن مسألة وهي مسألة الدعاء، أكبر مسألة ضل فيها المشركين من زمن نوح عليه السلام ليه زمننا بتاع الليلة ده كويس. إذا كان قوم نوح كان بيقولوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ديلك مسكوا في آلهتهم، والليلة نحن عندنا ناس بتواصوا على الشرك، يقول لك في كربك أنده بتغيثك جنده، إن كنت في هم وغم فقم وانده وقل يا مرغني آتيك بسرعتي، يقول لك مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، إنا بخطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل كويس. ويقول لك السادة السادة أنا عبدا لهم نادى، ويقول لك أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير لا تتبع أبدا لغير كويس، لا تضحك عنده كويس. والبرعي في كتب كلها بيأمرك بالشرك بربنا سبحانه وتعالى، يقول لك هيا بوتايا وحامد بعصايا يعمله في نفسه الشرك، ويدعوك له انت المسكين يقول لك هيا بوتايا وحامد بعصايا تزيل الحصايا وأمراض كلايا، وبرضه ما زالوا البرعي ما تبي حصوة، مشى الأردن ما نفعت معه، جهنا السودان ونادى بوتايا ونادى ناس العركي وبرضه ما نفعت. ليه؟ لأنه ما عندهم حاجة. وده كلام القرآن، وما يجي صوفي يعترض علينا كويس يقول والله الآية دي طبعا نحن شيخنا قال فيها. شوف شيخك ده ما بيحكم على القرآن، يعني ما ممكن تقول لي شيخنا قال ربنا ملك الكون الشيخ الفلاني 33 سنة ما نقص منه جناح بعوضة، والله في القرآن الكريم يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شوف ينكذب كلام الله ومباري شيخك كويس. من الشبه والكلام اللي بيقولوه في مسألة الدعاء بيخلطوا بين مسألتين تمام، وللأسف والله شوف أنا بجيب القوم بيتكلموا هنا عند الركن يوم الخميس كويس، ومرات بيجي أسبوع المهندس وغيره، بالله الواحد الشبهة ما حافظة والشبهة ما يقدر يقول لك، فانطرينا نحن نحفظ شبهاتهم ونجي نقولها ونرد عليها. يعني كمثال أزول الطيرة جاء المرة فاتت هنا ده، وأنا ده بقول لك طيرة عندي دليل اللي جاء أنا بوريه دليل شنو كويس. الجا هنا ده يا أخي ما قادر يجيب في الوطن الماء يقدر يرجف ما قادر يتكلم كويس، يجيب معه كتاب تقول له ده المؤلف بتاعه منه، زي ما نحن بنجيب الكتب دي ونجيبها برقم إيداع كويس وبالفاتورة اللي بدوك لها ناس الدار السودانية وغيرها من المكتبات، تقول لك كتاب ده المؤلف منه، انجر لك اسم من راسه والله ده فلان ابن فلان، والنجر ده ما سهل أصل الشغلة دي فتحي ده منه كويس، في زول سمع بيه فتحي زول اسمه فتحي كويس. و
يجيب كلام زول ونحن بنجيب له كلام شيخ وذاته كويس. كتاب فيوض البحور المتلاطمه سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني الملغب بالختم شيخ الطريقه الختميه، امدنا الله بفائض امداده وغمرنا بهاطل بركاته في الدنيا والاخره. يعني من الغلاف كفايه انه يكون ده كفر كويس. هو يجيب لك شيخ يقول لك انا والله الكتاب ده لقيته مؤلف وده كلامكم انتوا يا وهابيه. وشوف نحن ما وهابيه، نحن لو محمد بن عبد الوهاب وافق الحق نحن معه، ولو خالف الحق نحن بنرد عليه كويس. لانه الامام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، واشار الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام. فما تجي تقول لي يا اخ والله شيخكم محمد بن عبد الوهاب قال. طيب شيخنا محمد بن عبد الوهاب صدقنا قال خلاص، وان كان هون اغلب الكلام اللي بيقولوه كذب، لكن اتفقنا معك انه قال. كلامه ده حق ولا باطل؟ الحق والباطل بنحكم عليه بمزاجنا ولا بالقران والسنه؟ ربنا قال في سوره النساء فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا، اي واحسن تفسيرا. يعني انت لما نختلف في حاجه كويس نحن نردها لله وردها للنبي عليه الصلاة والسلام. والقرطبي في تفسيره قال الرد إلى الله إلى كتاب الله إلى كتاب الله، والرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام رد إليه في حال حياته في حياته، ورد إلى سنته بعد وفاته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات في زمننا ده كويس، لكن بالرد الخلاف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لك الناس ديل عندهم شبه، والايات واضحه انه زول ما يدعو غير الله وما يستغيث بغير الله وما ينده غير الله في الكرب وفي الشدائد، الايات واضحه، لكنهم بيجيبوا شبه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. ناس دارين فتنه بس كويس، لكن الزول اللي بيعمل الفتنه ربنا أمر ناس ثانيين يرد عليه ويبين باطله. ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، في آيات مفصلة كويس وآيات محكمة يرجع إليها يرجع العلماء المتشابه إلى المحكم ويحكموا في المسألة المعينة تمام. فالصوفية في مسألة الدعاء ودي من الشبه المترسين النوعيات اللي بيجوا هنا مترسين وما حافظينها كويس، لكن انا كده اديك ليها وشوف هل في دي شبهه للزول انه يدعو غير الله. منها حديث في مسند الامام احمد في باب التوسل، وتعريف سريع للتوسل، التوسل هو في اللغه التقرب والوسيله. يعني تقول انا جيت الجامعه راكب ركشه، ولا جيت الجامعه بالحافله، ولا جيت بكرعي تمام، دي وسيله. وفي الإسلام وفي منهج القرآن والسنة وسيلة إلى الله. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتاب أو رسالة تسمى الواسطة بين الحق والخلق، الواسطة بين الحق والخلق الخالقون، وقسمها لواسطتين. الواسطة الأولى هي واسطة الرسالة أو تبليغ الرسالة، ودي موكلين بها الرسل وأتباعهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تبارك وتعالى في القرآن قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني تمام. فأتبع الرسل والرسل ديل بيبلغوا الناس الدين. في نوع ثاني من الواسطة بين الحق والخلق، ودي أنواع العبادات والشرائع، الشرائع علينا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أو جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الشرائع شريعة الدعاء، إنه الزول لو مر به كرب أو مر به ضيق أو داير فضل من ربنا سبحانه وتعالى أو داير ربنا يرد عنه شر، شرع له الدعاء إنه الإنسان يدعو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الصوفية قالوا دعاء الله دخلوا معاه الشرك بتاع شيوخه كويس، وقالوا ده توسل بالأولياء والصالحين، ودليلنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كان بيتوسلوا به كويس. فحديث الأعمدة من الحديث اللي بيجيبوها
نص الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عثمان بن حنيف في مسند الإمام أحمد قال كان هنالك أعمى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وركز مع المتن بتاع الحديث ده كويس، بتظهر لك شبهات الناس دين. فقال الأعمى ده قال تاقت نفسه إلى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتمنى إنه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. قال فأمر قائدا يقوده إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال داير له زول يسوق من بيته يحصل لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام كويس، وجد قائد حصل للمسجد وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا رسول الله أدعو الله لكي يرد الله إلي بصري. قال له يا رسول الله أدعو الله. قال له أدعو الله لكي يرد إلي بصري، يعني أسأل لي الله إنه يرجع لي بصري. النبي عليه الصلاة والسلام قال له كويس، قال له إن صبرت كان خيرا لك أو أدعو، يعني قال له أكان صبرت فيه خير لك. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصاب الله عبده بحبيبتيه بعينه، يعني أصاب العمى، قال فصبر كان له الجنة. لو صبرت على العمى اللي ابتلاك به ربنا سبحانه وتعالى كويس، النبي عليه الصلاة والسلام قال جزاك الجنة، تمام. دي زي قصة المصروعة الصحابية لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام برضو أمرته يدعو له، فالصحابي قال له ادعو الله لكي يرد إلي بصري. النبي عليه الصلاة والسلام قال له تصبر ولا أدعو لك. أنا دايرك تركز مع الكلام ده كويس. قال بل ادعو. الصحابي قال لا ادعو لي. قام أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وده بتلقى فيه الحديث ده بتلقى فيه تفصيل لنوع التوسل المشروع كويس. قال له اذهب فأتي الميضاء. الميضاء يعني المكان اللي بتوضوا فيه زي الحوض بتاع الوضايات ده كويس. قال له ثم توضأ وصلي ركعتين. قال له امشي اتوضأ وصلي ركعتين وبعد ذاك تعال. فالصحابي مشى وتوضأ وصلى ركعتين وجا راجع للنبي عليه الصلاة والسلام. يلا بعد ده الصوفية بخشوا في المحل دي وما بتزعفون، أصلا ما بتزعفون كويس. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال له علموا دعاء كويس. قال له قل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي كويس. قال اللهم شفعني فيه وشفعه فيا. ده نص الدعاء العلم له النبي عليه الصلاة والسلام كويس، إنه يدعو به. الصوفية قالوا لا، قالوا ده الحديث ده دليل على إنه الزول يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطالما استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ده لسان حاله والنبي عليه الصلاة والسلام كويس صالح، فنحن عندنا أولياء صالحين نندهن ونستغيث بهم. شوف الكلام ده من أخطر الشبه التي يضرب بها في عقيدة الإسلام، من أخطر الشبه كويس، إنك تلوي كلام النبي عليه الصلاة والسلام على هواك عشان تعمل به شرك بيناقض الإسلام وبيناقض التوحيد. ده من أخطر الكلام وده من أسوأ أنواع البدع، يعني زول لو وقع في خطأ وهو جاهل ده ممكن ربنا يعذره لأنه هو جاهل ما عارف كويس، لكن زول عنده النص يشيل النص ده ويجعله دليل للكفر بربنا سبحانه وتعالى، ده من أخطر نوع الكفر كويس. قالوا يا محمد يعني زول يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، والصوفية في بلدنا دي إذا سلمنا معهم إنه الزول يدعو النبي عليه الصلاة والسلام هم ما قاعد يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، ده لو سلمنا معهم جدلا إنه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بيجوز كويس. ف
يقول لك يا محمد، والرد على الكلام ده من بداية الحديث، إنه لو كان بيجوز للصحابي ده إنه يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ما كان جاء من بيته وجاب له زول يوصله ويجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ادعو الله لكي يرد إلي بصري، كان يقعد في البيت ويقعد ينادي من البيت. بينفع ولا ما بينفع؟ أصل الصوفية ديل الواحد بيقعد هنا في الجامعة ينادي لك الشيخ، يا شيخنا فلان تلحقنا وتفزعنا، مدد يا شيخ فلان، بيعملوا الصوفية ديل هنا ذاتهم. وليلة كان قاعدين يا صوفية شدوا حيلكم وسخنوا، وأي واحد يبين راسه ويجينا كويس ويجي يناقض الكلام ده، يقول والله كلامكم ده باطل لأنه حجتي على وكده 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 كويس، لكن ما تقعد تجوط من برا ساي ولا لا وودوني فرصة وأنا ما عارف، ما بينفع معنا كلام زي ده، بنديك فرصة وبنقدم لك تعال خش كويس تعال اتكلم ورود ناقض كلامنا ده كويس. فقالوا في الحديث زي ما قلت لك قالوا يا محمد، دي معناها الزول يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، ودي الرد عليها زي ما في بداية الحديث إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له بدعو لك وعلموا الدعاء ده، وقال له وامش اتوضأ وصلي ركعتين، وده باب من أبواب التوسل، يسمى التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، إنك أنت تدعو الله بعملك الصالح كويس، تقول يا ربنا زي ما صليت لك وحافظت على صلاتي في المسجد وفي وكيته وصمت رمضان، يا ربنا تنجحني في الامتحانات، ده جائز. ونوع ثاني من أنواع التوسل، التوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني زي كلام الصحابي ده، إنه قال شنو؟ قال له يا رسول الله ادعو الله لكي يرد إلي بصري، ده نوع. والنوع الثالث العلماء استدلوا عليه بآيات من القرآن الكريم، هو أن تدعو الله بأسمائه الحسنى كويس، زي تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كويس، ده من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الآيات ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فإن له الأسماء الحسنى كويس، تدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالأسماء الحسنى دي. لكن ناس هيا بوتايا وناس الهبر وملوا حفروا البير جابولوا دلوا كويس، وناس بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم، ده شرك عديل، وده بمرقك برا الإسلام برا الإسلام. ليه؟ لأنه ربنا في القرآن سمى دعاء غير الله كفر، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأنا إن شاء الله أفتح فرصة لو كان في زول عنده سؤال أو استفسار أو الصوفية المجانين ديلك جو راجعين تاني برضو نفتح لهم فرصة، أو غير من ناس النظريات كويس على الكيزان والشعبين، الموضوع تبع الصوفية وتبع عباد القبور، لكن في برضو في ناس بيعبدوا ناس حيين والشعبين ما عارف قاعد يمشوا قبر التراب ولا ما قاعد يمشوا ما عارفون غايته، دي لاسي ما وصلتني كويس، لكن بيعبدوا كلام التراب القاعد السيدة بيعبدوا عديل، يا شعبي كلامي ده لو ما عاجبك تعال تعال داخلني بس، ولا والله الحتة ده أنا ما عاجباني الأيام دي زي ما بقولوا عندهم كعكة مشكلين فيها هنو الكيزان الانتخابات ونحو اتحاد حر نزيه، يا أخوي اتحاد شنو والبلد دي فاشنو عشان نكون في اتحاد كويس. المهم ده ما موضوعنا ولا قعدنا نفسك عليه ولا دارين ننزل فيه كويس، لأنه المجتمع دارين نعلم أول حاجة إنه الزول يعبد الله براو، عشان لما نعمل أسبوع مهندس ما نعمل صوفية، صوفية ده يكونوا برا برا أسبوع المهندس كويس، ونعلم الزول إنه يطيع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما يجي يقول لنا زول داير والله تصديق لحفلة، لما نمسك اتحاد داير تصديق لحفلة نقول له يا أخي الحفلة دي ما بتجوز ودي معصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لما نصل المرحلة دي الاتحاد ده بجينا برا ويطقل، لكن أسي ما دارين فهمت؟ أسي نحن في مرحلة تعليم بس نعلم الناس دي كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ننزل معاك انتخابات وهي ذات الانتخابات دي عندنا فارغ، لكن كده خلينا ده ما موضوعنا. أنا دار الصوفية القاعدين واحد منهم قبل هنا الحبوب ضارباه وظنه ضارب لفول كويس شغال منبسخ هنا، أنا داير النوعية دي تعال داخل، وقيته بهناك تلقاه قاعد في ظل الغاعات شابيك لك ابن تيمية قال وشيخنا البرعي ده أصلا كلامه صح، لأنه ابن الغيم قال، يا زول ابن الغيم بيصحح لنا في الدين؟
ابن الغيم هو الحجة الأولى على كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحجة كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويجمع السلف الأولون الصحابة. شفت ابن الغيم ذاته لو جبت لنا قوله ولا ابن تيمية ولا غيره من الأئمة كويس جبت لنا له مقالة وقنام مخالفة للكتاب والسنة بالرد عليه ولا كرم ببساطة. تقول لي ابن الغيم قال إنه غير الله بيخلق. أقول لك يا أخي ابن غير الله ما بيخلق لأنه الله قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا أخي أنا أقبل ابن الغيم ونشطب القرآن رأيك شنو؟ ما هو ده الحجة كدي. لكن الصوفية أنا الصوفي جل مرة الفاتت أديته الكتاب قلت لامسك علق لنا على كلام شيخك ده اللي بيقول أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها. قال لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. قلت لا علق. قال لي ما بعلق. ليه ما بتعلق؟ لأنه عارف إنه لو علق على الكلام ده حينزر زرة شديدة. لأنه أنا بقول له الكلام ده حق ولا باطل؟ إذا كان حق أديني دليل من القرآن والسنة كويس؟ وإذا كان باطل إنت خليه وتوب منه بعد ذاك شيل كتابه كتاب شيخك نجده وبعيد نجيب كتاب ابن تيمية كويس؟ نجيب كلام ابن تيمية كلامه الصحيح مش اللي بيكذبوا عليه به الصوفية. نجيب كلامه نعرضه على القرآن والسنة. إذا لقيناه حق نقبله إذا لقيناه باطل نرد عليه. وأي زول يعبد الله سبحانه وتعالى بشرع ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن وبالسنة بس. لكن الصوفية بيقدر يعمل كده. وسا أنا بتحداه لو قاعد هنا ولا من أضنابنا اللي فين جوا الجامعة دي أنا بتحداه وبشترض عليه وبعد ذاك لو داري يقول أي كلام في راسه اللي يقوله بديه كلام هنا من كلام شيوخ ما الكلام الشين بتاع الأربعة ونص دار كلام الشين اللي غلبوا نقرودك ما بجيبه لك كويس بتاع الشعراني ومعارف خطب يوما عروسا فتعرى لها ده ما بجيبه كويس. أنا بجيب لك كلام كده بنقري بتقري لك كويس وإن كان هو أشد من النوع العفن ده أشد كويس لأنه ده سب لربنا سبحانه وتعالى ويدعى الألوهية أشد من إنه الزول يتكلم بالفسق. لكن هم بيقدروا يقروا لأنهم في فهم إنه ده لا كفر ولا ده شرك ولا ده ادعاء للألوهية ولا ده أمر للناس بعبادة غير الله في فهم ده ما يهو. وإذا كان في صوفية خش ما في صوفية ألا لا في حولية قريب بيجاب لحاجة كويس. أخونا ده قال لي شبهات مستر هنفر طبعا بيقولوا نحن تبع يهودي اسمه مستر هنفر سلمنا معك نحن تبع اليهودي كويس. محمد المنتصر والخمستاشر صوفي المشوا السنة الفاتت محمد المنتصر خلوه هناك متخلف مشوا أمريكا وقعدوا هناك وعملوا معهد شغالين هناك شنو قالوا ماشين يلاقوا أوباما يقول له والله دار نتناقش معك حول الإرهاب. يا أخي إرهاب يا أخي الشعراني قال عنده شيخ طلع على المنبر عريان نمرة واحد نمرة اثنين شايل سيف هو عريان وشايل سيف كده يجيب الليس وبيجن كويس. قال طالع وشايل طالع فوق وشايل سيف قال للجماعة وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. الجماعة لما ننكروا عليه سل السيف ونزل عليهم ده ما يرهب كده تعالنا حرب الكتاب ده أول وبعد ذاك نمش للإرهاب. وإن كان الإرهاب المزعوم من أمريكا ومن غيره كويس أمريكا أول زول شغال إرهاب أول زول شغال إرهاب. الأبريال في غزة البردون فيهم من نبل بالغنابل رديم عديل بردمون كويس. الأبريال في سوريا وفي حلب قاعد يضربهم منه عشان تعرف الصوفية ديل عشان تعرف الصوفية ديل ناس متخلفين وغير من العلمانيين القاعدين جوا الجامعة. يقول لك دارين ديمقراطية زي ما عند أمريكا. طيب ديمقراطية أمريكا ليه ما يخلونا نحن كمسلمين وكدول الشرق الأوسط إننا نمارس حريتنا إذا كان الدين حرية إذا صح التعبير إنه الدين حرية ليه ما يخلونا نحن نعبد الله كويس وليه ما يخلونا نعمل صناعات. وضربوا مدينة حلب لأن أكبر مدينة صناعية كويس ودارينا نحن نكون سوق بس تطلع من جيبك تشتري من أمريكا وتشتري من روسيا وما تصنع حاجة عشان هون يبيعوا. ده كل الفهم. وإن كان الكلام ده جاي له ناس العلمانية وغيرهم جاي له لكن لما ننتهي منه سبوك الشيخ ديل كويس تاني بفتح فرصة للحوار النقاش فرصة أفتح الحوار النقاش. طيب كم ما في زول أنا بقدم شيخ محي الدين.